كل بيوت في الشارع هذا والشارع هذا ضربوهم قنابل صوت وقنابل حارقة. كل البيوت دخلوا على الدور ضربوا الكبار، ضربوا دار عرفي، ضربوا دار الكرد، ما خلوش حدا ما تهجموش على داره. لو المستوطنين عينك عينك بضربوا على الدور قدام الجيش، والجيش بيجيبك مع الشباب اللي متواجدين في الحي وشوفوا بعينهم انه الحجار بتجي من فوق الدار هذه اللي ماخدينها اليهود.